حسم أن للأهلي مصير لاعبه أحمد قندوسي من الرحيل على سبيل الإعارة بعد تلقي اللاعب 4 عروض خلال فترة الانتقالات الصيفية، كما رفض الأهلي بيع أحمد قندوسي عن الفريق بشكل نهائي راغبا في خروجه على سبيل الإعارة في ظل اقتناع المدرب مارسيل كولر بإمكانياته. وتلقى قندوسي عرضين من بلاده في الجزائر عن طريق ناديي شباب بلوزداد واتحاد العاصمة، بالإضافة إلى نادي العربي الكويتي وعرض من نادي الجونة الصاعد حديثا للدوري الممتاز. وسجل أحمد قندوسي هدفا مثيرا أمام المصري في الدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، قاد به الأهلي للتأهل لنصف نهائي بطولة كأس مصر لمواجهة إنبي. وحصل قندوسي على راحة رفقة فريق الأهلي بعد انتهاء الموسم الحالي، والذي حقق خلاله رفقة المارد الأحمر على 4 بطولات متوجا بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا وكأس مصر والسوبر المصري على حساب بيراميدز.